المأمون يقال الخليفة يمسلم هذه سكر المجلس القسط نظرا للعلماء، وكان يوس المجلس انك شمسر يا ودي يلسى يلسى الكسوت فوركيني دارس ادمونسي فوركي الريحان ستفوركي، وكان يساول حتى نتاع المجلسان ان والي فوركيني عدل لغي كمل المجلس يغريس المأمون الخليفة الناس يزدو دايت كتكي الناس ايه الناس المأمون او كشمس الاسلام جا مسلم باش هكاك تهلو حداك فكداك فكداك فكدا الناس يؤدين اوهوي نكر دابا خدينينو الدين لوالدينينو يفتو يفو هيك الحالي وسكواس يريد داخل وداين لي ولكن يريد يقى مسلم يكشم داخل المجلس اللي يساول على الفقه يساول على الحديث يويد الكلام يفولكين لغدا هيك من المجلس يغرياس الخليفة المأمون الناس يزور كيناس عندنا خي كان داند الناس ودايانيه نكي الناس المأمون مازال كان السبب اللي غدا مسلم غير لا تكشف الإسلام الناس ودايان نكين سلاي عبارة نيت الله أكبر هن كيف فوق لي فوق المجلس اللي كان داند نكير قرح بهرة التاريخ فتوخ ستورات ودين راه خيس كرد 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 النسخ سفوسينو زيد خيس انت نقص خيس انت هاد زايد غير تنقص هاو اخت انت سلمى عبيدي ودين صغار نداري وانت قلبن فتوح دارس الانجيل حتى انت راه خيس كرد النسخ ارقص زايد ارقص تنقص هاي على سبيل اللي ريخ شكم خصنا في الكنيسة يرومين صغار نداري وانت غرين فتحت القرآن الكريم تنتنا راه خيس كرت النسخ رقص زايد رقص تنقص لي غتي ديوي خص السوق لا نزل الكتب هاد الزنزر انني يبيعو شي هنو رد دار كنصغ هاك كي تنغرى لي غتغرى انا فين نقيس فين نقيس الاخ تقودني امز النسخ نحرق نتنت كانت هنا كورانا ينغين وكان صغير داغ السنخ يزل الكتابات ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم يستحفظ ربي تبارك وتعالى وكان ما يدي كان السبب الإسلامي نو